كيف يكون ردنا يا شيخنا الكريم حينما نتهم في وسائل الإعلام بأننا دعاة تطرف وإرهاب ووهابية ورجعية وما إلى غير ذلك من هذه الاتهامات، وإن حتى الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عندكم بدعة، كل حاجة بدعتوها لأنه أنتم أناس نمطيين تقليديين جموديين إنجاز التعبير، لذلك كل شيء عندكم حرام بدعة حرام بدعة. كيف نرد على مثال هؤلاء بعد ما تفضلت من تأصيل وتقعيد أيضا؟ يعني الإمام الشافعي اتهمونه من الشيعة، عجيب، لأنه يحب آل البيت، وقالوا أنت من الروافض تذكر آل البيت كثيرا. فأنشد يقول: لو كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يا الله، يعني إذا كان تطرفا وإرهابا وجمودية اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الحيد عما علمنا إياه ونمضي على طريقه ونمضي على ما أوحاه ربه إليه، لو كان ذلك تطرفا فأهلا وسهلا بالتطرف الجميل، ولو كان ذلك جمودا فأنا أول الجامدين، ولو كان ذلك إرهابا فهذا يعني تنطع وتسييس. نحن وصلنا يا أستاذ عمر في التسييس أننا وجدنا بعض الوزارات وبعض المجموعات تريد أن تحكم الناس لمن يدعون وعلى من يصلون ومن يمتنع ومن يصلي ومن يدعو، وهذا استعباد، هذا استعباد. ما وجدنا هذا أبدا أبدا في أي دولة من الدول ولا في أي مجموعة من المجموعات، أن يقول أدعو لفلان ولا تدعو لفلان، صلي على فلان ولا تصلي على فلان. أين إذن؟ يعني انظر إلى كلام عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لا تأخذنا هذه بعيدا، ولكن دعني أقول، والسؤال يا شيخنا: ما الذي يضيركم إن احتفلنا بيوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يضيرنا نحن شخصيا شيء، ولكن نحن حراس سنته صلوات الله وسلامه عليه. العبيديون، وهذا الاسم مهم أن يبرز وأن يبحث فيه من يسمعون. ما المقصود؟ اللي هم الفاطميون الذين دخلوا مصر الحبيبة وحكموها فوق 200 سنة بالحديد والنار. كانوا يريدون أن يقلبوا هذا الشعب وأن يقلبوا الأزهر الشريف إلى جامعة شيعية عبيدية إسماعيلية، وأن يقلبوا الشعب إلى شعب متشيع. فاستعملوا أشياء من الترغيب وأشياء من الترهيب. فعلى سبيل المثال من الترغيب جعلوا العروسة الحلاوة والفرس الحلاوة وحلاوة المولد. احتفل معهم نابليون بونابرت احتفل نابليون بمولد رسول الله، بمولد رسول الله، عجيب، تقربا الى الشعب حتى يرضى سياسة. حتى يرضى الشعب عن المحتل. هي سياسة ولا شك في ذلك. ومن الترهيب جمعوا 4000 من العلماء والعباد يعرضون عليهم اما السيف وإما أن يتوقف عن الترضي عن الصحابة. يا الله، والعلماء يقتلون واحدا تلو الآخر. لا تقل أبدا أبو بكر رضي الله عنه، ولا عمر رضي الله عنه، ولا عثمان رضي الله عنه. تختار التوقف عن الترضي أم السيف؟ فلا يتوقف عن الترضي ويقتل. كان معهم ترغيب بحلاوة المولد، الحمصية والسمسمية والسودانية والعروسة الحلاوة والفرس والفارس الحلاوة، مقلدين في ذلك. أول من أخطأ وزور وفبرك في مسألة ميلاد الأنبياء وهم النصارى، فبركوا وزوروا في ميلاد المسيح عليه السلام، وسيأتي الآن معنا بإذن الله. والترهيب أنه يخوف العباد ويخوف العلماء من الترضي على الصحابة.